السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أسامة ثامر من قناة أكوانيوم انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجروب الأحواض النباتية على الفيسبوك. اليوم راح نشوفكم فيديو جديد توتوريال لعمل حوض نباتي بأبعاد متر 55 ب 55. بديناه من الصفر وبلشنا به حاليا نشتغل به. هذا الفيديو لأحد الأصدقاء ويانا بجروبنا بهواية الأحواض المزروعة. شوفوا وياي التفاصيل، تعال نتفرج. هذا النوع الحجر دراغون ستون، اللونه الطيني. هذا اعتقد اول مره يدخل العراق هذا اللون وهذا الشكل. بهذا النوع الدراغون ستون هو بثلاث اربع انواع تقريبا، هذا اول مره يدخل. يمكن هذا النوع انا ما شايفه صراحه من فتره بالعراق باشكال معينه، وحنبلش نستخدم. جبنا نوعين خشب، صراحه تعبنا من لقينا الخشب، لقطناه من اكثر من محل. هذا النوع الماليزيا نود، او النوع اللي يستخدم بمسابقات بكميه وبكثره. وجبنا السبايدر وود كذا قطعه من كذا محل همينه، او الدريفت وود، وجبنا هذا النوع همينه. نبلش بالمعدات اللي وفرناها لهذا الحوض النباتي. اول شيء راح نستخدم الركيزه اكوا فورست، بعدها حنستخدم التربه الاي دي اي امازونيا الاولى عالميا، احسن تربه وافضل تربه بالعالم، وعلى مود نشتغل حوض بدايه صحيحه. حنستخدم اناره تشيروز ال دبليو ار جي بي 2 اللي هي الواي فاي الهاي تكنولوجي. حنستخدم الفلتر هذا النوع، خلينا نجربه، النيبال فلتر 1500 لتر على ساعه، على ساعه يعني فلتر اعتقد يقال انه نوعيه ممتازه، فراح نستخدمه. راح نستخدم هذا الحوض باعتبار انه احد الاحواض اللي حتدخل بتكنولوجيا عاليه. راح نستخدم منظومه غاز CO2، يعني راح نستخدم CO2 سيستم ريجوليتر، راح نستخدم مال موفان، وراح نستخدم الديفيوزر هذا البازوكا ديفيوزر، احد انواع اللي هي اعتقد تايوان اصلا او فيتنام، ما متاكد، يمكن تايوان. هسه راح نبلش نصب الحوض، نصب المعدات مال الحوض، ونبدي بالهارد سكيب. في الهارد سكيب راح تتفرجون ويانا شلون راح نشتغله وشلون راح نسويه كل تفاصيله. اهم شيء تشوفون التراي اند ايرور اللي حنسويها بهذا الحوض على مود نوصل للديزاين اللي احنا نريده والتفاصيل اللي احنا حنضيفها بهذا الحوض، فتفرجوا ويانا. بداية شغلت انارة بس اشتغلت على المود الاعتيادي الطبيعي، فراح ادي اسوي لها ديسكونكت من جديد مثل ما تشوفون هنا، واعتقد مو واضح شويه لانه الضوء انعكاس الضوء. هي محطوطه اول، فانا ححولها على بالضبط الاول حنحولها، والاكيورسي مالتها او الشده مالتها تكون اعلى شيء بالضبط على هذا اللود. حنستخدمها، حنثبت على هذا المود اللي هو المود اللي هو اعلى مود.